السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار أيها الأبطال في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حماة الوطن. اليوم الثورة، اليوم سبتمبر المجيد، وها نحن مع أبطال اليمن وأحرار اليمن وفلذات أكباد اليمن نحتفل بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا من كل محافظة الجمهورية بهذا اليوم السعيد. كونوا معنا في هذه الحلقة ومع احتفاليات 26 سبتمبر و14 أكتوبر. مرحبا بكم في حماة الوطن. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
وقف وقف يا عم عبده. باسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافقة 182 26 من سبتمبر 1962.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإخ قائد اللواء الثالث عصفة اللواء الرفض محمد بن عبد الله العجابي، الأخوة الحاضرين جميعا في هذا الحفل الكريم بمناسبة العيد 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيد، أحب أن أهني الحاضرين والشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة العظيمة، كل باسمه وصفته. إلى كل قادة وضباط وصف وجنود وأبطال القوات المسلحة اليمنية في كل مناطق والمحاور والجبهات في الشمال والجنوب والشرق والغرب، إلى كل مقاوم حاملا بندقيته وقلمه وكلمته، إلى كل مواطن غيور من أحرار ثورة 26 سبتمبر العظيم ومؤمن بأهدافها، قادة الأكارم وجنودنا العظماء ومقاومين الأوفياء وأحرارنا أصحاب العطاء بغير منة ولا حساب، واجب عليكم أن تكونوا دائما على استعداد لمعركة التحرير. استمروا في بناء قوتكم حتى تصل إلى درجة الاحترافية والنوعية، ونوّروا مصادر تسليحكم واستعدوا لما بعد تلك الاتفاقيات التي ستفشل حتما. تأكدوا أنكم أنتم الأمل بعد الله عز وجل، وأنتم قوتنا بعد قوة الله، ومرادنا إليكم بعد عودتنا إلى الله. لا أمل لنا إلا بكم، ولا خلاص من عدونا إلا ببنادقكم، ولا أصدق منكم إلا أنتم، ولا خير إلا فيكم، ولا أحد سيستعيد صنعاء واليمن غيركم، ولن يهزم عدونا ويخضع للسلام إلا ثبات أقدامكم لتدوسوا بها على رقابهم. أنتم فأنتم من ستكسرون غرورهم وعجهيتهم، وتقطعون يد إيران، وتفشلون مؤامرتها ضد وطنكم وضد العرب والجوار، وتفشلون كل مؤامراتهم التي تمر عبر تلك الاتفاقيات العبثية التي تمكن العدو من الرقاب ومن الأرض دائما وابدا. كونوا دائما على الموعد وأيديكم دائما على الزناد، والله إننا سنكون بينكم ومعكم وقت اللزوم، ولن نترككم أو نخذلكم، وسيكون كل يمني غيور متشرف أن يكون معكم وبينكم ليشارككم التضحيات والفداء، ولن يسمح لكم بأن تحازوا المجد والشرف لوحدكم. أصبروا وصابروا ورابطوا، فإن الله معكم وناصركم ومثبتكم بإذن الله. فوالله إننا على الحق وعدونا على الباطل، وإننا لمنتصرون بإذنه وحوله وقوته. بارككم الله وأعانكم وخذل عدوكم ومن يخذلكم أو يطعنكم من خلف ظهوركم. الرحمة والخلود للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والنصر والتمكين للأبطال المرابطين في ربوع الوطن الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا البراكين هبت من مضاجعها تمضي وتكتسح الطاغي وتلتهم. والآن مع الأخ النجيب نضال الموسمي. قال سبتمبر المجد يا تاريخنا الغالي، سبتمبر المجد يا تاريخنا الغالي، وأهدافها السامية أسس مبانيها، ثورة عظيمة كما البركان شعاني،
ثورة عظيمة كما البرقان شعالي ثارت بوجه الإمامة وانطووا فيها 26 يا حلمي وآمالي 26 يا حلمي وآمالي واجب علينا الجميع الكل نحييها أحرار أعزاء رفضنا عيش الإذلالي أحرار أعزاء رفضنا العيش رفضنا عيش الإذلالي الجيش والشعب كان ماضي في خطاويها الجيش والشعب ماضي في خطاويها 26 في فكري وفي بالي 26 في فكري وفي بالي لا شيء في حبها يقدر يضاهيها فورح عليها دفعنا قادها بطالي فورح عليها دفعنا قادها بطالي ومن دم بطالنا واصل نسقيها دماءنا وارواحنا ترخص والاموالي تاريخ الابطال متخلد بساميها سبتمبريون سبتمبريون بعلى صوتي العالي بالروح بالدم بعلى صوت نفديها بالروح بالدم بعلى صوت نفديها بالروح بالدم نفديها كاما بالروح بالدم نفديها كاما ان العليل الذي كنا نرجده سر الغدا صيحة تصغي لها الامم والان مع كلمة الاخ القائد اللواء الركن محمد ابن عبد الله العجابي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الأخ رئيس أركان اللواء الأخ عمليات اللواء الأخ قوى المستشارين الأخ وقادة وأركانات اللواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية ستمبرية في هذا اليوم الاستمبري المجيد ويسعدني ويشرفني أن أزف إليكم إلى القيادة السياسية والعسكرية وأبناء شعبنا اليمني العظيم الصابر أجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة وأنا أتوجه بالتحايا الصادقة إلى كافة أبناء شعبنا وأبناء قوتنا المسلحة الباسلة في كل مواقع البطولة والشرف الثابتون المواجهون للميليشيات الحوثية الانقلابية أبطالنا المواسل قادتنا الشجعان الأوفياء إن تحرير الشعب من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما في ثورة 26 والرابع عشر من أكتوبر يعني استعادت حريته حرية الشعب واستقلاله والتحكم في مصيره بنفسه وإخراجه من الظلمات وإخراجه من ظلمات العصور البدائية ومن براثن الجهل والتخلف والفقر والمرض إلى رحاب التاريخ والنهضة والبناء والتقدم والازدهار أبطالنا البواسل قادتنا الشجعان إلى قيام ثورة 26 من سبتمبر تعني إقامة حكم جمهوري عادل ونظام سياسي يعتمد على إدارة الشعب ومشاركته في صنع القرارات بطريقة عادلة ومنصفة والقضاء على الحكم المبرر بالدين والنسب والذي يقوم على الفردية المطلقة والاستبداد فقد اعتبر النظام الإمامي الناس رعاة في خدمة من أراهم الله أئمة وحكماء للمسلمين وحكاما للمسلمين واعتبر الخارج عن الإمام خارج عن طاعة الله أبطال البواسل وإن من أهداف الثورة 26 من سبتمبر إزالة الفوارق والامتيازات والطبقات بين أبناء الشعب والسعي لتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع وعدم وجود تفاوت كبير في الثروة والفرص بينهما إن تاريخ ثورة 26 من سبتمبر العظيمة وأهدافها الخالدة تعتبر مصدر إلهام للشعب اليمني وهي ترمز إلى النضال من أجل الحرية والعدالة والاستقلال إنها ذكرة مجيدة تجسد قوة الشعب وإصراره على تحقيق طموحاته ويجب على الجميع الحفاظ على هذه الأهداف الخالدة
ونقلها إلى الأجيال القادمة وتعزيزها بالتعليم والمجالات العامة والمؤسسات العسكرية ومقاومة أي محاولة لتحريفها أو نسيانها. وتتزامن احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالثورة المجيدة مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني. وبهذه المناسبة نزف إلى قيادة المملكة العربية السعودية أجمل التهاني والتبريكات ونشكرهم على مبادرتهم ومواقفهم الصادقة مع أبناء شعبنا اليمني العظيم، كما نشكرهم على المبادرة التي ترعاها المملكة العربية السعودية نحو السلام العادل والشامل في اليمن الاتحاد الكبير. وأن العلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية صادقة بل وتمتد إلى التاريخ والجغرافيا والماضي والحاضر، وهناك روابط قوية تجمع بين البلدين في مجالة الأخاء والتعاون ووحدة الهدف ووحدة المصير. ختاما أبطالنا المواصل، إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة بهذه المناسبة الخالدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وندخل في رحاب عام جديد في ظل راية الثورة المباركة، نتذكر بمزيد من الوفاء والعرفان تضحية أولئك الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل نيل الحرية والكرامة من شهداء سبتمبر وشهداء القوات المسلحة البواسل في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية السلالية، فلهم من الوفاء والتقدير. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة وكل شهداء الوطن والأمة بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يسكنهم فسيح جناته إلى جوار الأنبياء والصديقين، إنه سميع مجيب الدعاء. النصر اليمن والخزي والعار للميليشيات الحوثية الإنقلابية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأرواح
السهل والأنقاد على قمم أرضنا والسهل والأنقاد ارحب ولك عهدنا يا قمة الأعياد بأن نصون الحما ونصنع الأمجاد كالزمن نفتيك بالأرواح أهلا بعيد اليمن سبتمبر الوضاح أهلا بعيد اليمن سبتمبر الوضاح يا خالدا كالزمن نفتيك بالأرواح يا خالدا كالزمن نفتيك بالأرواح يا خالدا كالزمن نفتيك بالأرواح للشعب للوطن.